صباح الخير، يسعد صباحكم جميعا، الله يصبحكم بأنوار النبي. الله يبعث الخير، الليلة كلها ما وقف التلج، لأن الصبح لقينا الدنيا كلها بيضة ما شاء الله، منظر بيطير العقل. حبيت شارككم عند الصبح، قهوة الصبح أنا وعم أعمل قهوتي. كيف الأجواء عندكم؟ كيف التلجات؟ شاركونا بصور من تصويركم بمنظر التلج. نحن هون بإسطنبول، مناظر بتطير العقل، تركيا كلها نازل فيها تلج ما شاء الله. الله يبعث الخير يا رب، الله يجعل أيامنا وأيامكم بيضة مثل بياض هالتلج. حبينا ننزل ونشوف الأجواء كيف صارت، أخذت ولادي وجوزي ونزلنا. بالمناسبة أنا عندي 3 أولاد وهي سيلا آخر العنقود، ربي يخليكم ولادكم يا رب. ما شاء الله التلج نازل غزير وتلوج معبية الدنيا ما شاء الله، الله يبعث الخير. وهون تاني يوم بعد العاصفة طلعت الشمس شوي، فقلت انزل جيب غراض. قبل ما اجيب غراض فوتت بنتي على الحديقة، لعبت شوي بالحديقة، لعبت شوي بالتلج لانه ما لعبت يوم العاصفة وقت نزلنا، ما حسنا نلعب، كانت العاصفة قوية كتير. لعبت شوي بالتلج ورحنا دغري على البيم. طلعنا من الحديقة ودخلنا على البيم، أخذنا أغراضنا اللي معتازين من الطبخ، كنت بدي أعمل رز بدجاليا. بعد من هذا دقت جارتي ويانيا اللي عنده جارة الرضا، عزمتني على فنجان قهوة، رحت لعندها وشربت القهوة. سلم إيديها يا رب، كتير طيب الحلو اللي عاملتلنا اياه. وهلأ بلكم سلام، بشوفكم بفيديو جديد.